اهلا وسهلا بيكم، انا جو. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وهنعمل النهارده اكله جديده او هنعمل حاجه جديده ومختلفه. في فيديو قبل كده عملنا الفراخ المشويه على الطاسه من فوق، بس النهارده هنعمل تتبيله الفراخ هنقدر نحطها في الفرن جوه الفرن علشان نشويها. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنا هنستخدمها، يبقى معانا علبه زبادي، نص معلقه بابريكا، نص معلقة قرفة، نص معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة جافة، وفصين ثوم مفرومين. تمام. ومعانا هنا كمان ليمون هنعصره، ومعانا طماطميتين وبصلة وقرنين فلفل حامي، ده اختياري عايزينه او لا. تمام. وهنستخدم معلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة صلصة، وهنستخدم معلقتين كبار زيت، ومعلقة كبيرة عسل، ومعلقة كبيرة ملح. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة أنا حطيت البصل والطماطم والفلفل هنا وهضربهم الأول عشان حجمهم يقل. احنا هنحط كل المكونات هنا، فعشان ما يبقاش زيادة قوي هنضرب دول الاول وبعد كده ارجع لكم. طيب انا كده ضربت الطماطم مع البصل مع الفلفل، وقلنا الفلفل ده براحتكم تحطوه او لا. دلوقتي هبدأ احط بقية المكونات عشان اضربهم مع بعض. هعصر الليمون، وهحط معلقة الخل، ومعلقة كبيرة صلصة، وهنحط معلقتين زيت كبار، وهنحط معلقة عسل كبيرة، عسل أبيض. تمام. ونحط علبة الزبادي، تنزل كلها اهو. وهحط المعلقة الكبيرة ملح، مش هحط معلقة كبيرة قوي، انا حطيت معلقة ونص صغيرين. تمام كده نكون حطينا كل المكونات، هضربهم مع بعض تاني وارجع لكم. دلوقتي انا كده خلطت كل المكونات، هبدأ ان انا اصفيهم. معايا هنا مصفى وطبق غويط، هصفيهم وارجع لكم. تمام كده انا اكون صفيت الخليط بتاعي خالص اهو كده. وهنا معايا فرخة، الفرخة دي
مغسولة كويس، مغسولة بخل وملح ودقيق، مغسولة كويس جدا. وعملنا كده فيها خروم بالسكينة علشان تشرب التتبيلة كويس. تمام، دلوقتي هنحطها في التتبيلة. تمام، انا كده هبدأ اتبل اهو الفرخة، تبلها كويس قوي. نخلي كل حتة فيها يبقى فيها تتبيل. تمام كده نكون غطسنا الفرخة في كل التتبيلة، هي متغطية خالص اهي. المفروض ان احنا نسيبها يوم كامل، او مش يوم، هي ليلة كاملة في التتبيلة. فاحنا النهاردة بالليل، هستنى بكرة الصبح وارجع لكم ونشوفها ونعملها. خير، والنهاردة رجعت لكم تاني يوم، او يعني سيبنا الفرخة في التتبيلة ليلة كاملة. هنشيلها، هنشيل البلاستيك اللي كان حواليها، بعد كده نحطها في الصينية. وهنحط بقى التتبيلة بقيتها دي كده، هندلقها عليها كده من فوق عشان تبقى ايه كلها تغطست فيها كده بالشكل ده. هغسل ايدي واجيلكم. اوكي، دي الفرخة كده، هبدأ ادخلها في الفرن في الرف اللي تحت على درجة حرارة عالية. تمام، وبعد كده هسيبها وارجع لكم لما تستوي. انا معاك اهو، كل شوية بنطلع الفرخة من الفرن كده، ناخد من الصوص اللي احنا عملناه ده يعني ونرش عليها كده علشان تستوي. تمام، كل شوية. تمام كده اهو، وده شكل الفرخة دلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن. ريحتها حلوة جدا، وبصوا كمان يعني احمرت كده من فوق كلها. التتبيلة سهلة وكل حاجة، وريحتها جميلة، والنتيجة حلوة جدا، والطعم كمان فظيع جدا جدا. اوكي، كده نكون عملنا الفراخ المشوية في الفرن، ممكن تتاكل مع بطاطس محمرة او مكرونة. يا رب تعجبكم، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وباي باي.